السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير حبيباتي. ألوغ اليوم جبت لكم غسات تاع خبز سوري، مي ماشي سالي سكري كيما خبز تونس، سي لا ميم شوز. واش لازم فيه؟ نديرو 250 غرام دو مارغارين مع 250 غرام دو سكر ونطلعوهم مليح حتى يولو لنا جوغ كريم. نضربوهم مليح، اللي ما عندهاش البيترين تقد تدرب غير بيديها، غير باردون بالخلاط الكهربائي، ولا اللي ما عندهاش قاع تقدر ديره مانيويل، مي تخلط مليح مليح حتى اللي يرجع لها اون كريم. فوالا هنايا ابخي لي ولا لي كيما لا كريم، ندير ربع حبات بيض مي بالوحده حتى تتخلط مليح، ونزيد الزوجه، نزيد ونكمل هكا حتى اللي نكمل ربع حبات بيض تاوعي. كيما راكم تشوفوا نزيدوا لا دوزيام، وحتى اللي تخلط مليح باش نزيدوا نكملوا لا كونتيتي غير بالحبه. فوالا ثوازيام، تبقى لا كاتريام. نخلطوها مليح افون ابخي نزيدو لا كاتريام. اي فوالا، نروحو نوجدو الخليط الاخر اللي هو 80 غرام دو داموند، 80 غرام تاع لوز مرحي خاشن، و175 غرام تاع نوات كوكو، و70 غرام تاع فارينه، 70 غرام دو فارين، 170 غرام دو نوات كوكو، اي 80 غرام دو داموند، وحدة لوفور شيميك، ان ساشي دو لوفور شيميك، كيس تاع خميرة كيميائية. فوالا، ونزيدوهم على لو ميلونج لاخر، ونخلطو كلشي في رحبة. اون اتوندون واش نديرو؟ نروحو للمول تاعنا، نديرو له شوية تاع زبدة، ندهنوه، نشعلو لو فور تاعنا بيان سور افون، شعلته على 180 درجة، ويقعد حتى 25 مينوت. لافاني، زد شوية تاع لافاني اللي يبغي، اللي يبغي ما يزيدش ما يزيدش. نسقموه قاع في لو مول، نديروه لو ميم نيفو، وندخلوه للفوق تاعنا يطيب. وبيان سور افون ما نديرو قاع هاد الشيء، نوجدو افون بيان افون لو سيرو اللي هو 500 غرام دو سكر و 1 لتر دو. نديروهم فوق النار، كي يبدا يغلي نحسبو ان كار دور ونطفو عليه، نديرو ترونج دو سيترون اللي يبغي بيان سور، وكي نطفو عليه نزيدو له الماء زهر. الماء زهر نقدر نزيدو حتى نص كاس تاع لاتاي تاع ماء زهر. فوالا، درك ندخله لو فور يطيب. انا شويه طيب فاتلي، كي درته في الفوق طاب فاتلي الطياب شويه، راكم عارفين مع الفطور وكاع في رمضان كنت لاهيه شويه فاتلي الطياب، مي سي با غراف باسكو جا تري تري بون. ودرك ندله لو سيرو توت سويت، لو سيرو اللي يكون بارد بيان سور. وما درتش كاع لو سيرو، خليت فيه بقالي واحد الكاس كبير، خليت قد كاس كبير هكا تاع سيرو، ما درتهش كاع باسكو يجي بزاف. خليت واحد 250 ا بو بري 250 مليليتر هكا. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.
Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? اي فوالا ابخي اللي تشرب لي مليح درك نخليه حتى اللي فريمون يبرد اللي يبرد مليح عاد باش نسربوه فوالا درك نخليه اي فوالا ابخي اللي تشرب مليح درته في الصباح وفي الليل كليناه يلي تري تري بون كيما البسبوسه كيما خبز تونس بنوات كوكو اللي يبغي نوات كوكو راح يعجبه بزاف ان شاء الله تعجبكم الوصفه الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني والى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء باي باي.